الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدأت هذه الآية بذكر اسم من أسماء الله، وختمت باسم من أسماء الله عز وجل، وذكر في داخلها أسماء لله عز وجل. وإذا تأملت في الصفات وجدت أكثر. الله، ابتداء الحديث الله، الخبر لا إله إلا هو. إن الآية تخبرك أن خالقك الله لا إله إلا هو، نفي وإثبات، فلا أحد يستحق أن يعبد إلا الله ولا يعبد إلا الله. ثم ذكر لك السبب ووضح لك الحكمة في كون خالقك لا يعبد إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأتيه النوم ولا مقدماته. الله لا إله إلا هو، لا أحد يستحق أن يعبد إلا هو، لا معبود حق إلا الله. لماذا؟ الحي له كمال الحياة، القيوم قائم سبحانه وبحمده على نفسه فلا يحتاج لأحد من خلقه، وعلى غيره فالكل محتاج إليه.